تعجبك صورة تحمل فكرة تحكي الماضي صح الذكرى كان يا مكان والعمر بيمضى وحده الحب بيرسم بكرة بيرسم طريق حلو ومر فيه الشوك والورد وعطرة طريق مخبى فيه أسرار دليلك فيه هو الصدفة حلم وأمل ويمكن تشقى حتى توصل لازم تسعى قلبك صورة تحمل فكرة كان يا مكان والعمر بيمضى وحده الحب بيرسم بكرة. يلا افتح بقى شو بليش هيك مع مفتاح يلا شكله الشباك معلق ماما مسكتوا للحرامي تعي بسرعة لحظة ساعديني تعال لهون لا وقف 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 تعال لهون اهرب اضربه 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 يستاهل يلا اضربي ايه خد خد ايه اهوى ورشي هاتي هاي ايوه تستاهل رح دق للشرطة قبل ما يهرب تعبان كبير صار لك شي عدي هون ماما عدي عدي روحي ورا يهرب يا بنات يلا روحي وانت يلا شريتي ديري بالك عدي حبيبتي سادة يلا عدي الحقي شوفي وينه أختي وين رح يروح أكيد قريب روحي من هاي الجهة وأنا بشوف الجهة التانية أي ماشي ليك اسمعني ليش هيك عم تسرقنا روح اشتغل وعيش مثل العالم هلأ وقتك مو وقت المحاضرات تبعك هلأ نحن لازم ندور عليه لحتى نلاقي شوفي إذا أعطيته نصيحة يعني كاران كان معه حق بدك كتير لتفهمي علي ضربتيني بقوة على فكرة قلتي كاران؟ ايه وشو قال لك غير هالحكي؟ بس بكفي منيح انهم ما بيعرفوا انه هاي السيارة اللي صافة هون بتكون لإلي بس شو رح اعمل هلا؟ كيف بدي اطلع من هون؟ عم يشكي لك عني سيد كاران؟ انت ما بدك تفهمي اصلا انتو الاثنين مو شاطرين غير تنقوا ايه خلصنا ليكو ليكو عم يهرب اختي يلا ارجعوا ورا ارجعي عاجبك هلا هي الحرامي هرب قدام عيوننا وما قدرنا نمسكه شو رح نعمل خلص اهدي وروقي اختي مانا مشكله بكفي قدرنا نخوفه ونخليه يهرب من المنطقه كلها على فكره هالشغله مانا سهله ابدا بس طالما خلصنا منه صار فيكي تحكي كل القصه لكاران مثل العاده احكي له كل شيء بالتفصيل ها أه؟ شو وانا ليش لا احكي له لأنه بحسك عم تدوري دائماً على حجة لحتى تضلي عم تحكي له كل شيء وفوق هيك بتحطي الحق علي إنه أنا دائماً بجيب سيرة لكاران عن كل شيء بيصير لهيك قلت بعطيكي فرصة لتحكي له قد ما بدك أنا فيني اسمعك هلأ بس هو بيضل أحسن إذا سمعك أختي صايرة كتير عم تفكري بكاران هالأيام مو؟ شو هاد؟ أنا ما قلت لك لا تكبري حكي فاضي روقي شعراتي أنت الظاهر صاير بحقلك شيء مانك طبيعية بريتا شريستي شو صار؟ ولا شيء أمي بتضل عم تزعجني شو فيها؟ شو هاد؟ أنا عم بسألك عن الحرامي شفتي كيف اختي؟ هلا انت اثبتي لي انك بس عم تفكري بكاران طلعت انا عم بزعجك ما هيك؟ ايه ماما هرب الحرامي من هون هرب منه وما قدرنا نمسكه ما قدرنا طيب ماشي خلص اتركوه يلا ادخلوا لجوا بدي اقفل الباب بسرعه فضل. يلا بنو
منيح انك هون حبيبتي. حدا شافك من اهلي انت وجاي لهون لعندي على الغرفه؟ لا لا، اهلك نايمين من زمان، ما بعتقد انهم شافوني. ماشي، المهم رح موت من وجع ظهري. انت جبتي معك المرهم تبع الوجع؟ اه ايه، لا تخاف جبته. كيف ضربوك فهمني؟ ما قدرت اللون؟ كان لازم تهرب. الضربة معلم على ظهرك، كتير موجوع صح؟ لا ماني موجوع منوب، لك من كل عقلك عم تسأليني هالسؤال؟ ما عم بتحمل، بسرعة دهني لي المرهم بقى، هلأ مو وقته هذا الحكي. لحظة، هالمرهم عم يوجعني زيادة، ليكي ما عاد بدي، خلص لا تدهني لي منه، هلأ شوي وبرتاح. خلص روق شوي، هذا المرهم كتير بيفيدك صدقني، وبعدين إذا ما بتدهن منه رح يورم مكان الضربات بظهرك. يلا. ما رح أرحمها لبريتا أبدا، أول ما نتزوج رح أنتقم منها على كل شيء. بسيطة، بكرة رح خليها تكره حياتها، واليوم اللي عرفتني فيه شو مفكرة رح أسكت لها؟ هالإنسانة مو طبيعية أبدا. لو تعرفي قديش متضايق منها على الشي اللي عملته فيني. بس بكرة بتشوفي رح أنتقم منها على كل شي. لكن أنا هيك بتعمل فيني؟ رح رد لها هدول الضربات بس بطريقتي الخاصة، رح أعلمها درس بعمرها ما رح تنساه. طيب بس لازم تدير بالك منيح، ماشي؟ أنت لا تخافي علي من هالشي، أنا بعرف كيف لازم أتصرف مع هاي اللي اسمها بريتا. بوعدك إني رح أدفعها الثمن غالي. ليكي ايه، القفل تبع الشباك شكله علقان وما عم يفتح معي. اختي انت ليش متوتره؟ شو صاير لك؟ شريستي ما بعرف شو بني، حاسه بشي غريب. شو عم تحسي قولي لي؟ ما بعرف بس انا حاسه الحرامي اللي هرب منا مو جاي لحتى يسرق. انت شو عم تحكي؟ ما فهمت عليكي شي. ما بعرف شو عم حس، هذا الرجال ما كان بده يسرق، قصدي هو اجى لهون لشي تاني. وشو اللي خلاكي تفكري بهالطريقه؟ انت من شو خايفه اختي قولي لي؟ اسمعيني، الأضوية كلها مطفية ايه؟ وأنا غفيانة على هذا الكرسي، وخالتي جانكي هون غايبة عن الوعي ومو حاسة على شيء أبدا. ايه صحيح، هذا بيعني إذا الحرامي كان متخبي بهالزاوية وكان عم يدور على طريقة ليهرب، هو كان بيقدر يهرب من هون وبكل سهولة وبدون ما حدا يشوفه حتى. هذا المنطقي صح حكي؟ بس هو ما راح من هداك الطريق، دخل من هون على الغرفة. ما فهمت عليك. ايه ولهيك تفركش برجلي، هو راح بجهة الخالة جانكي. طيب ليش لحتى يعمل هيك شيء؟ إذا بده يطمن على خالة جانكي ليش لحتى يزورها هيك مثل الحرمية بنص الليل؟ وبعدين ليش لحتى يخاف ويهرب مننا بهالطريقة؟ أكيد هو مو جاي لحتى يطمن عليها، هو كان بده. لا لا مو معقولة أختي، أنت معك حق. طيب ليش لحتى يعمل كل هذا الشيء؟ خالة جانكي هي بس اللي فيها تعرف ليش. طيب اسمعي، لتكون خالة جانكي بتعرف شلون شعلت النار بالصالة، أو يمكن بتعرف شي سر. ايه احتمال هالشخص بده يسكتها عن شي موضوع مشان هيك خاطر بحاله، وإلا ليش لحتى يفوت بهالطريقة ولا يترك كل شي ويفوت على غرفته؟ اختي فهمتي علي ما هيك؟ يلا أنا تأكدت من كل الشبابيك وقفلت كل الباب وكل شي صار تمام، هلأ ما بقى تخافوا خلص. يلا صار لازم تناموا، يلا على تخوتكن ناموا، أنا بقياني رح ضل جنب الخالة جانكي. بريتا أنا قلتلك تروحوا تناموا، أنا رح أبقى هون جنب جانكي ماشي؟ بس يا ماما لو سمحتي أنتي. لا حدا يجادلني، مثل ما عم قلكن على النوم بسرعة. شريستي خديها معك. ما بعرف جانكي إمتى رح تصحى وقديش بدها لحتى تطيب. صباح الخير استاذ. صباح الخير. كان بدك يعني استاذ؟ ايه بدي منك شغلة تفضل. يلا ارتاح هون. شكرا استاذ. انا طلبت انه تيجي لعندي لانه بدي منك شغلة كتير ضرورية. ما في اي مشكلة استاذ، انا جاهز، انا بخدمتك دايما. انت بس فهمني كيف بقدر ساعدك، شو المطلوب مني بالضبط؟ قلي بالاول، تتذكر حدا اسمه بريتفي مالهوترا؟ بريتفي مالهوترا؟ بعتذر استاذ، مو متذكر هالاسم، مو مارق علي من قبل. انا كنت عارفان انك رح تقلي هذا الحكي.
هذا هو. اطلع منيح وقل لي إذا شايفه من قبل بشي مكان. تأكد مو شايفه؟ آسف أستاذ، أنا مو حاسس حالي إني شايفه من قبل بنوب. بدك تعرف لي كل شي عنه. ليش ريشاب طلب من ساهيل يجي لهون؟ وهي الصورة لمين؟ أنا ما بعرف أي شي عن هذا الرجال غير اسمه. أنت مهمتك تعرف لي كل شي عنه. حاول قد ما فيك، بدي معلومات عنه. ماشي؟ ماشي أستاذ. بصراحة أنا شاكك بإني شايف صورته بملفات رسمية، وأنا متأكد إني شايفه من قبل. حاول تستعجل بالموضوع قد ما بتقدر. يا ترى عن مين عم يحكي؟ وشو قصة هالشخص؟ ليش ريشاب مهتم إنه يجيب معلومات عنه؟ ماشي، بلش بالشغل اللي طلبته وتبقى خبرني إذا عرفت أي شيء. ماشي؟ أكيد. في شيء مانو صح بهالشخص. هو عم يمثل على الناس إنه منيح، بس هو مانو هيك. ريتفي؟ شكله صاير معه مضاعفات. بدي شوية وقت لحتى أعرف شو صاير معه. الحقيقة كان لازم تكون صحيت. بقصد أنا شايف إنها منيحة، بس المشكلة ما فقت من الغيبوبة. غريبة، تعليمات اللي عطيتكن ياها مشيتوا عليها شي؟ ايه دكتور، عملنا مثل ما قلتلنا. نحن مشينا على كل التعليمات دكتور. شوفوا شو رح أحكي، عطوها شوية وقت، لسه عندها نقص أكسجين، بس أنتوا لا تخافوا عليها، رح تطيب عن قريب. خلوها ترتاح شوي، وأول ما تصحى ابقوا خبروني فورا. أنا رح أمشي. ماشي. ايه طبعا. شكرا كثير لك. شكرا معينكم. تفضل معي حتى وصلك. خليكن هون. يلا ديناتكن جاهزين مو هيك؟ صار فيكن تروحوا تشوفوا شغلكن. رح أعطيكن على بالأكل تبعكن. امشوا يلا، ما تضيعوا وقت. يلا. لا ماما، أنا ما رح أروح، رح أبقى هون مع خالي جانكي لو سمحتي. لا بنتي، أنا فيني أدبر أموري، ما في داعي لتضلوا. يلا روحي على شغلك. أمي أنتي لازم ترتاحي، لأنه خالي جانكي كانت تساعدك بكتير أمور، هلأ هي مانا منيحة، لازم حدا غيرها يساعدك بأمور البيت. ما بتقدري تعملي كل الشغل هون لحالك، لهيك أنا اليوم بقياني معك. ما في منك يا بنتي. إيه ماشي، خليك. معناتها أمي وأنا رح ضل معكم، هيك أحسن. لا روحي، أنتي ما فيكي. دقولي من المكتب تبعك وقالوا لي إنهم مضطرين عليكي بشغل ضروري، خلص روحي. لا أنا ما رح روح ورح ضل معكم هون، بدي ساعدها لأمي كمان. لا تناقشيني، روحي على شغلي، أنا رح أبقى وخلص، بكفي. يلا شريستي. ماما شفتي بنتك؟ بصير هيك تضل عم تتأمر علي؟ طيب ليكي، روحي شوفيهم، هن بدهم ياكي ضروري، بعدين خدي إجازة نص نهار ورجعي دغري على البيت، اتفقنا؟ حبيت الفكرة. ماشي يلا ماما، قبل ما امشي اعطيني شويه حنان وحب. انت حبيبه قلبي ونور عيوني، اصلا انتو التنتين احسن بنات بالدنيا، وما عندي حدا اغلى منكن يا بناتي. انتو كل حياتي، موفقين، انتو بمنيح على حالكم. خلص بلا ما نبكي يا حبيبات قلبي. بكفي، خلاص بقى بكفي. صار حاجه هالقد هلا مو وقت هالعواطف الزايده هدول. بريتا حاجه هالقد، امك بدها حجه لحتى تبكي. حافظتها كتير لأمك، هي بتبكي من كلمتين. هلا أنا هيك بيجي. معك حق بهالحكي ستي. عجبك هالحكي هلا؟ شو وين كاران؟ طالع. خير شو في؟ شو كأنك مو مبسوط بشوفتي، قلي في شي؟ لا لا ما في شي، كل القصة إني مشغول. يعني إذا كنت مشغول بتنسى إنه لازم تسلم؟ مريت من جنبي كأنك مو شايف حدا، معقول هذا الشيء؟ هاي الإنسانة رح تصير مرت أخوك وأنت لازم تحترمها، لازم تسلم عليها منيح وتاخد رضاها لأنها أكبر منك، شو الاستقبال هاد؟ ما بيصير. لا لا ما نسيت، معقول؟ متذكر المحاضرة يلي أمي عملت لي إياها، كيف لازم أحترمك وكيف لازم أعاملك على أنك أكبر مني. كتير ذاكرتي قوية، ما بنسى شيء، وخصوصي هالحكي. بس الموضوع أنا ما عم بقدر أعمل هذا الشيء عن جد، ما فيني أبداً، ويمكن لأنه أنا بعرف شخصيتك. لحظة، شو قصدك بهذا الحكي؟ وشو يعني آخر جملة قلتها إنك بتعرف شخصيتي؟
طالما مصرة إني أحكي، خليني إليك بصراحة، أنا ما بحس قرابتنا رسمية ما عم تزبط معي، لأنه أنتي مانك مرت أخ عادية مثل غيرك، ما بتهتمي بالعادات وبالتقاليد تبعنا، أنتي ما بيعنولك شيء، أنا لهيك عم عاملك عادي. بصراحة فكرت إنه تفكيرك صحيح. صحيح تذكرت أنت مبارح خاطرت بحياتك حتى تنقذها لبريتا. شي حلو كتير، بس حابة ذكرك إنه بريتا بدها تتجوز، فأنا بصراحة بشوفها كتير محظوظة، لأنه بريت في رجال ما بيتعوض أبداً. عن جد نيالة، هو كيف قبل فيها؟ أنت غلطانة، بريت في اللي محظوظ لأنه لا بنت مثلها، في ألف واحد بيتمنى بريتا، طبعاً بغض النظر عن المصاري. فعلاً. آه صح، أنت متذكره لديباك؟ هذا الشاب اللي وقتها لغى خطبته من بريتا. شارلين؟ شو عم تعملوا عندكم؟ شارلين فيكي تجي معي؟ بدي حكيكي بموضوع مهم. المدرب، أهلين، كيفك؟ شو عم تساوي هوني؟ طيب شو كنتوا عم تحكوا؟ ليش تضايق هيك؟ ريشاب بيسمع من كاران كتير لأنه بيحبه وبيوثق فيه. انتبهي ما تقولي أي كلمة احتمال تزعجه لكاران، لأنه ريشاب رح ينزعج وقتها. لك شو صاير لك؟ صدقيني يا خالتي ما قلت له شي. كاران يلي متضايق مني لأنه بريتا ما بتحبني، ما حكيت شي أنا، صدقيني. يلا بسيطة، المهم في شي ضروري كتير بدي قلك عليه، بس مو هون، امشي لقلك، مو هون منحكي. خلص هلأ بقلك. ها خالتي سمير، تفضل ابني، ليش واقف عندك؟ شوفي خالتي سمير، أنا بصراحة بدي أعتذر منك، مبارح شفت كيف صار الوضع متوتر كتير وما عاد فهمت شو بدي أقول أو شو بدي أعمل. لا تواخذني، وقتها ما عرفت حاكيك، بس عن جد أنا آسفة، لا تزعلوني. خالتي مو وقتها الحكي، قلي لي شو بدك مني بالضبط؟ انت رح تضل هيك يعني مصر تخبي بقلبك وما تحكي لي اللي جواتك؟ شو قصتك يا روحي؟ انت لحالك لازم تعرف انا بشو عم فكر وبشو بدي احكي معك. مثلا كان بدي احكي معك بخصوص موضوع شريستي، مو واضحه الشغله؟ وانا كان بدي حكيكي بالقصه. ايه عن جد؟ ايه؟ طيب انت ليش هيك متضايق ومتوتر؟ احكي اللي بقلبك بصراحه وقلي شو كان بدك تقلي عن شريستي. يلا طيب خالي، ما بدي اتزوج شريستي. هلأ فهمت عليك، يعني أنت ما بدك تتزوج شريستي؟ لا. ليش ابني؟ البنت كتير ظريفة وحبابة، وين المشكلة؟ ظريفة؟ أنا ماني قدران أتحملها، كل تصرفاتها غريبة وما عم تعجبني، كل همها تسيطر علي، بتضل عم تتأمر علي طول الوقت، كيف بدي أتزوجها؟ أحياناً عم تعاملني وكأني بشتغل عندها، ما بتسمع شو ما بقلها أبداً وبتضل عم بتعاندني. أنت قلي لي، معقول بنت تعاملني هيك وأتزوجها يعني؟ لا خالتي، انت فهمتيني غلط، انا بصراحة ما بدي هاي البنت، ابدا ما حبيتها، ما بدي اتزوجها. عن جد هيك؟ ايه هيك. ليش عم تضحكي؟ انا ماني عم بمزح. اسمع لقلك، هذا الحكي اللي عم تقوله بيعني انه انت وشريستي متخانقين مع بعض هاي الفترة، مزبوط كلامي؟ صح؟ لا لا لا. لكن ليش متضايق منها هيك وما بدك تتزوجها؟ خالتي انا ماني متضايق، انا عم حاول اني اشرح لك شو وضعي معه وبس. لا تضيع لي وقتي، اتركني من المشاكل اللي عم تصير بين اللي بيحبوا بعضهم، مو ناقصني هلا. عن جد مو معقول هالشي، كل الناس بيعرفوا انه شريستي بنت اكابر وظريفه ومناسبه الك كتير، وانا متاكده انه هالبنت رح تعمل منك حدا كتير منيح ومميز. ابني انت متأكدة قلتي لي؟ ايه. ليش انا شو ناقصني يا خالتي؟ شو الغلط فيني قولي؟ لا تسألني هذا السؤال إلي ابني، روح اسألها لشريستي وبتقلك، هي اللي عندها أجوبة لكل أسئلتك. هلأ يلا اسمع شو رح أقلك، انت لازم تحبها أكتر ما تحب حالك، هي بتستاهل، وصدقني وقتها كل شي رح يصير ممتاز. ايه خالتي شبك ابني، اسمع مني مثل ما عم قلك. طيب ماشي بشوفك، سلام. ماشي ببقى بشوفك. أولاد هالأيام مانو معقولين، كل اللي بيحبوا بعض بيضلوا على طول يتخانقوا، معقول كل ما تزعلوا يتركوا بعض يعني؟ أحسن شي أرجع لشغلي. لك استعجلي؟
خالتي بكفي. شو هالسر اللي بدك تقولي لي اياه؟ رح موت من فضولي لاعرف شو اللي صاير، احكي لي بقى. صدقيني مو عرفانه شو اقول لك، لانه رح تنصدمي كثير. ريشاب لحد هاللحظه حابب بريتا بالسر، وحتى عم يساعد اهلها، ويبدو الوضع رايح للأسوأ. فهمتي؟ ما فهمت بصراحة، مو عارفانة شو لازم اتصرف، لازم افرح ولا ازعل؟ عن جد مو عارفانة، هالقصة معقدة، عن جد ما عاد فهمت شي. خالتي بكفي، احكي بصراحة، حاجة تلفي وتدوري علي، انا رح جن، فهميني واحكي لي شو اللي صاير. مو متأكدة، بس حسب ما لي شايفة اللي قلتي لي اياه عن بريت فيه من قبل كان كله صح. شو قلتي؟ ما فهمت عليكي. تذكري انتي قلتي لي مرة انه بريدفي ماله شاب كتير منيح، وانه وضعه ماله كتير منيح. رح احكي لك، ريشاب عطى الموظف اللي عنده صورة شخصية لبريدفي، وقال له بده يدور له عن اي معلومات عنه وبسرعة كمان. انتي بتصدقي هالشي؟ مو معقول، ليش هالمعلومات؟ هيك رح نوقع بمصيبة انا وبريدفي. شبكي مصدومة؟ شارلين؟ شارلين؟ شبك؟ شو صار لك؟ ليش عم تسألي هاي؟ ليكي رايحة أجيب لك كاسة مي، ما تطول. لازم أحكي فوراً مع بريدفي، ما توقعت رشاب يحاول يجمع معلومات عنه. لازم لاقي حل، لأنه هيك منتبهدل. لازم نبهو لبريدفي بسرعة، لأنه هي مصيبة. عمتي؟ اي كارن. قليلي عمتي، شيرلين وين راحت؟ كانت بالممر تعبانة عم تسعل، شكله حلقة واجعة، بدي جيب لها مي. ماشي؟ بدي اقول الحقيقة لشيرلين، مو دي باكي اللي فسخ الخطبة. لازم فهمها انه بريتا هي اللي رفضت انها تتزوجه. ما في حدا ممكن يرفض بنت مثل بريتا ابدا، هذا الشيء مستحيل. رح وضح لها لشيرلين هذا الحكي، وإلا أنها غلطانة، هي بدها مليون سنة لحتى تصير مثل بريتا. ألو؟ ألو؟ ليش طولت كتير حتى رديت؟ اسمعني، أنا لازم شوفك بسرعة. لا شيرلين، هلأ أنا ما بقدر أبدا. ليش؟ لساتك موجوع؟ جروحك ما طابوا لسا؟ لا تفكري بجروحي هلأ، لأنه شي اللي مضايقني أني كتير بكره حس حالي خايف. وهلأ بصراحة هي أول مرة بحس حالي أني خايف وماني مرتاح، ولحتى أقدر أنسى هذا الإحساس أنا لازم أعطي بريتا درس ما تنساه بكل حياتها. رح أخليها تندم وخليها تترجاني لحتى أرحمها، وما رح أسكت لها، رح خليها تندم على كل شي عملته. ومشان هيك أنا هلأ رايح لحتى أشوفها. شو قصدك لتكون ناوي تأذيها؟ لا لسه بكير على هذا الشيء. عندي خطة حلوة، أنا هلأ رح أمثل عليها أني منيح وأني عم بهتم فيها، في عندي فرصة ولازم استغلها. لا تنسي أنه هي مبارح كانت رح تموت، لازم استغل هذا الشيء. وعلى أساس أني خايف عليها رح أعمل حالي أني متأثر كتير باللي صار فيها، وهي أكيد رح تصدق هذا الحكي. أنا بعرف كيف رح أتصرف. بتشوفي بكرة، أنا متأكد إنها رح تصدقني وما رح تشك بشي. شو رأيك بهالخطة؟ اسمع، إذا رايح أشوفك كرمال هالشي فياريت تلغيلي مشاريعك. ضروري شوفها، لأنه في موضوع مهم كتير تعرفه. خلاص ليك، هلأ بشوفك. حبيبتي فهميني، أنا ما رح أقدر أجي هيك، عم نضيع وقت. أنا ما عاد فيني استنى، حاج لازم أرسم خطة قوية وبلش فيها، ولحتى خلي هي الخطة تنجح أنا لازم ركز منيح عليها، لهيك ما رح أقدر أجي شوفك. فهمت علي؟ لك شو صاير لك أنت؟ اللي بدي أقول لك يا أهم من أي شيء، فهم إنه القصة ما بتتحمل تأجيل، تروب كل شيء من إيدك وخليني أشوفك فورا. ماشي، رح شوفك حبيبتي بفندق سرن إن، أنا رح أسبك. طيب ما رح أتأخر عليك، جاي فوراً. ماشي؟ ماشي، أنا بحبك وناطرك. وأنا بحبك، وأنا بحبك أكتر بكتير بونو. يلا ما رح أتأخر، لكني لحقتك فوراً. طيب ماشي، يلا باي.
بونو، هالكلام بيعني رايحة تشوف رفيقة. هالمرة ما رح تفلت مني، وهي فرصتي لأكشفها. لازم جيب أي إثبات لحتى أفضحها. هلأ أول ما يشوفوا بعضهم طب عليهم وفاجئهم، لازم استغل هذا الشيء. ورح انهي هاي المهزلة. بتشوفي شيرلين؟ شربي الماء. لا خالتي، أنا تعبانة وكتير ضروري أخذ شي دواء. حاسة حرارتي مرتفعة، تسمحي لي إني روح؟ إيه إيه روحي، طمنيني شو بيصير. ماشي. بتزعل، صار للسبب بكل شي، حتى شيرلين عم تتعذب هلأ. مسكينة. لا ما أنا مسكينة أبداً، هي إنسانة خبيثة كتير. أنت المسكينة، هي عم تضحك عليكي. رح ألحقها فوراً. يعني جربت كل الطرق يلي بعرفه ومع هيك السيارة ما عم تشتغل، شو صاير لها يا ترى؟ يعطيك العافية. لك شو عم بيصير معي؟ ليش كأني عم بحلم وأنا فايق؟ لا 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 مستحيل، أنا عم بتخيلها. شريستي أكيد ما أنا هون. أول شي طلعت لي بالحلم وعبرت عن مشاعره، وهلأ صرت عم شوفها بكل مكان بهالدنيا. لا 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 لا، هالشي مستحيل. روق شوي روق شوي سمير. شكرا. بعرف شو رح بيصير، رح بتقلي إنها بتحبني وتعطيني وردة حمراء. شبني أنا كأني فقدت عقلي، ليش هيك عم بيصير؟ الدنيا مانا ليل وأنا ماني نعسان هلأ. شو صار؟ أنا ما بدي أتزوجك، روحي تركيني تركيني. ليش مين قال لك إنه أنا اللي قاتلي حالي لحتى أتزوج حضرتك؟ كنت عم حاول فرحك مو أكتر من هيك. أنا قلت لحالي رح خليك تحس إنه في حدا مهتم فيك بهالدنيا كلها، بس أنت مو معقول. شو قاسي عم تتهمني بإني بدي أتزوجك يا سيد سمير؟ لك شو صاير لعقلك حتى عم تتخيل هالقصص البشعة؟ سمعت بياع الورد عم يقول إنه سيارتك تعطلت، لهيك أنا قلت بجيب لك وردة حتى خفف عنك شوي، بس طلعت شخص ما بيستاهل بنوب. معناتها أنا ما كنت عم بحلم. ارصيني. شو اقتنعت هلا؟ شي حلو، هذا بيعني انه انت كنت عم تحلم فيني مو هيك؟ لا لا لا، القصة مو هيك. مين قال لك هالشي؟ شو جنيتي؟ انا اسف على الوردة، مو قصدي، اسف. على فكرة كلمة اسف ما بتحل القصة ابدا، روح جيب وردة واعطيني اياها بدالها. يلا تفضلي. شي حلو كتير، دغري تصالحتوا ما لحقتوا. لا عم مو هيك القصة أبداً. فهمان غلط القصة، القصة مو هيك. مو معقول أنت عن جد كبيتها؟ عن جد أنت شخص ما في منك أمل أبداً، طلعوا على شكله أنتو. أنا الحق علي لك، أنت عم حاكي شخص مثلك. غريب. أنتو شايفين كيف عقلها؟ لا العقل ما بينشاف، بس هي ما عندها عقل، راسها فاضي أنا متأكد، لأنه باين من كلامها وطريقة تفكيرها كلها. على أساس أنت ذكي كتير مو هيك؟ ولك أنت شخص فاشل، مجرد سيارة صغيرة عطلانة ما قدرت تصلحها. شفتوا؟ هاي كيف رح أتعامل معها؟ على فكرة أنت شخص كتير سخيف ولا تحتمل ولا بأي طريقة كان. ليش تتحمليني؟ يلا روحي يلا. إيه ماشي رايحة دغري، بس بدي أقول لك شغلة، البنت اللي رح تقبل إنها تتزوجك رح يكون حظها أسوأ حظ بالدنيا كلها، شخص فاشل. شو قلتي؟ انت منيحة؟ ايه. ليكي كل الناس فهمت غلط، وكل هاد الشي بسببك انت طبعا، مو ذنبي اذا انت بتحبيني وما بقى تزعجيني بمناماتي. تاكسي وقف.
رح احكي لك، ريشاب عطى الموظف اللي عنده صورة شخصية لبريد في، وقال له بده يدور له عن أي معلومات عنه وبسرعة كمان. يعني ما بتكفينا جانكي؟ وكمان هلأ اجتنا مشكلة جديدة. هيك لك، بدي إلحقك لوين ما رحتي. لازم خبر بريتا. إيه صح، ما خبرت بريتا. طيب لازم خبرها بسرعة، وإلا أكيد بدها تبهدلني، رح تخانقني وتبلش تتهمني بقصص، وأنا مو ناقصني خناق ومشاكل هلا. الأحسن دقلا فورا وإلا أني عم بلحق شيرلي. الإشارة حمراء، لازم دقلا هلا. يلا ردي بقى بسرعة، يلا. وين بتروحي ما بعرف، ليش ما بتردي فورا؟ ردي بقى ردي. شو هاد؟ هاد موبايل بريتا؟ على الأغلب نسيته وتركته بالبيت، بس ما لحق ترد. رح دقلا على الأرضي. طيب ألو؟ ألو ألو، مساء الخير، كاران عم يحكي. بدي بريتا، ما ردت على موبايلها. هلأ هي مانا هون، طلعت قبل شوي، لازمنا كم شغلة للبيت وبريتا راحت تجيب لنا ياهن من السوق، ونسياني موبايلها بالبيت. إذا في شي ضروري اللي أنا بخبرها، بس ترجع ابني. لا لا عادي، ما في أي شي، بس لو سمحتي خليها أول ما تجي تتصل فيني فورا. إيه ماشي، رح قلها. ماشي، باي. صار لازم اتعود عليها، دائما مانا هون. دكتورة شو أخذها على السوق؟ شو هالدكتورة هي؟ قال دكتورة، قال صوت بريتا. هالإنسانة كرهتني حياتي كلها من كتر ما بتضل تطلع لي، وين ما بروح بلاقيها. عن جد قلت سوء، مانك طبيعية. وانت التاني انتبه كمان، عالم تافهة. هالبنت مثل بريتا، ما أنا عارفانة تمشي. لو ماني مستعجل هلا كنت علمتها كيف بيمشوا بدون ما تصير بهالحالة. عن شو عم بحكي أنا؟ هلا ركز على شيرلين بلا ما تضيعها، انسى بريتا. بس أنا صاير عم فكر ببريتا طول الوقت، ما بعرف ليش. يا ترى ليش لهلأ ما وصلت شيرلين؟ مو على أساس في قصة ضرورية بدها تقلي إياها؟ قديش بدي استناها يعني؟ وقف استاذ، وين رايح؟ وقف لو سمحت. خير قلي استاذ، ما فيك تصف هون اذا بتريد. بعرف هذا الشيء منيح، بس من رأى هلا لانه ما بقدر صف السياره بالكراج تبع الفندق. شغلتي كم دقيقه ولازم فوت بسرعه بالاذن منك. ايه فهمان عليك انا، بس لازم تصف السياره بالكراج تبع الفندق لو سمحت. شو صاير لك؟ فهم علي، شغلتي بس خمس دقائق استاذ. كل العالم بتقول هالحكي تبعك وبعدين ما بترجع، بهالحاله بينخصم من راتبي انا. هات شغلي استاذ اذا بتريد ساعد. اخ ايه، شو عم أعمل؟ أنا غلطان، معه حق. عم طبق شغلي. إيه طيب أنا آسف، صاير عم أقضي وقتي مع العالم الغلط، لهيك صاير عم بغلط بأغلب الأوقات.
في بنت رح تجنني. مين هي أستاذ؟ هي بريت. اسمعني لك، هاي المفتاح، صف لي السيارة. ايه يلا باي. ألو، اطلعي وراكي. شبك؟ ليش طلبتي تشوفيني بهاي السرعة؟ شو الشيء المهم اللي كان بدك تقولي لي؟ القصة مهمة كتير، بس أنا متوترة شوي. لك ليش متوترة؟ ليكني أنا معك هلأ. شبك؟ لا تخافي من شيء. ليكي أنا حاجز غرفة رقم 604، حجزتها باسم الشركة لحتى نحكي. ماشي، امشي، خلينا نطلع ونحكي هنيك. بصراحة لسه في مشكلة. لك مشكلة شو؟ شفت بريتا وأنا جاي، خايفة منها، بلكي عرفت إنه هي سيارتي، خايفة إنها تلحقني. شو هالبنت هي؟ مو معقولة بتضل عم تطلع لنا وبعدين معها بقى. ماشي، مو مشكلة، خدي المفاتيح وروحي سبقيني. ايه ماشي، وببقى بلحقك بعد شوي. طيب وانت لوين رايح؟ رح روح وشوف واحد بعرفه بيشتغل بالحراسة تبع الفندق. رح روح فرجي صورة بريتا وقله ينتبه منيح اذا شافها جاية لهون، ورح اقله اذا شافها فورا يدق ويخبرني. ماشي. هو رح يقبل يا ترى؟ وليش لحتى ما يقبل؟ طبعا رح يقبل، انا بعرفه كتير منيح، وكل ما بيجي لهون انا بعطيه مصاري. انت سبقيني هلا وبعد شوي بلحقك لفوق. لا تخافي حبيبتي. ايه بريتا، شو صار بنتي؟ ليش ثيابك كله نحل؟ وليكي كمان وشك متوسخ. كنت عم امشي على طرف الطريق، اجت سيارة طرشتني وحل وضلت مكملة عادي. عن جد؟ شو هالعالم هاي؟ ناس ما ضل عندها إنسانية. المهم أمي قولي، نحنا كيف رح ننظف هالتياب من الوحل؟ لا تخافي، أنا بعرف كيف ننظف هالشي. هلأ بغسلهم ورح يصيروا نضاف، لا تاكلي همهم، ما رح يبقى ولا بقعة من الوحل عليهم، رح رجعهم جداد. لا تتضايقي ماشي، انتي روحي غسلي وشك وبيكون أحسن لك إذا فيكي تتحممي، وأنا بهالوقت رح أعمل الأكل. أمي؟ ما بعرف، شكيت للحظة إنه هالسيارة اللي طرشتني بالوحل كانت عم تسوقها شيرلين. شيرلين؟ إيه، لأنه لما مرقت السيارة جنبي اطلعت وشفت السائق، وطلعت واحدة بنت وكانت عن جد بتشبهها لشيرلين كتير. انتي فكري فيها، الشخص المزوق لما يغلط مثل هالغلطة مع حدا هالقليلة بيعتذر، صح كلامي؟ قصدي هالقليلة الواحد بيستحي وبيخجل، بس هي لما طرشتني وعبتني بالوحل ضلت ماشية ولا كأنه في شي صاير، وشيرلين من هدول الناس، هي ما عندها زق أبدا. انتي طولي بالك ولا تفكري بالموضوع، المهم إنه أنت حبابة مع العالم، لأنه هدول السيئين القدر رح ينتقم منهم كلهم، أما المناح اللي مثلك أكيد رح يكافئهم. يلا تيابي كلهم وحد، روحي تحممي وبدليهم وأنا رح بلش جهز الأكل. يلا روحي بنتي يلا. وبدي شاي. إيه شيرلين، ما بعرف إذا أنت عاملة هيك، بس انتبهي منيح، ولا ممكن أسمح لك تزعجي بنتي، وإذا تكرر هالشي وقتها ما رح أسكت لك، رح خليكي تندمي على كل شي بوقتها. إذا بتفكري إنك تقربي من بريتا بأي شيء، وقتها رح علمك درس بكل عمرك ما تنسيه. ليش تأخر سنجي لهلأ؟ وينه؟ أنا آسف كتير، ما كان قصدي أبداً، بعتذر. ولا يهمك. خير أستاذ. لك شبك سنجي، وينك لهلأ؟ صار لي ساعة ناطرك هون. أنا بس كنت سمعني كتير منيح، أنا لازمني خدمة وبدي إياك تساعدني فيها. ليش عم تطلع فيني هيك؟ اسمعني منيح، أنا صار لي سنين بجي على هذا الفندق وما بقصر معك، دايماً عم بعطيك مصاري وشو ما بدك، مزبوط؟ إيه صح. طيب اسمعني، اليوم أنا بدي تردلي هالشي بخدمة صغيرة. حاضر، اللي شو بدك؟ شوف هون، هاي البنت اسمها بريتا، وأنا شاكك إنه هي بدها تلحقني على هذا الفندق ورح تعمل لي مشاكل،
هالبنت عندها مرض ومؤثر على عقلها. بدي منك إذا شفتها جاية تمنعها من الفوت على الفندق. حاضر. أنت خليك بمكانك ولا تترك المدخل ولا تروح لأي مكان حتى لو شو ما صار. حاضر. شكرا أستاذ. تفضلي. شكرا لك. بعتذر. ولا يهمك. أكيد. كنت واثق اني رح اقدر اكشفها. وين اختفت فجأة؟ كيف بدي لاقيها؟ وين اختفت هي؟ لولا صفت السيارة ما كنت ضيعتها. ريدفي ليش تأخرت؟ أحسن شغلة إني دقله وشوف وينه. أي حبيبتي قولي لي وينك أنت؟ أنا بس عم بنطر المصعد لحتى يوصل دقيقة وبكون عندك. وين اختفيتي يا شيرلين؟ أنا ليش واقف هون؟ هون ما رح لاقيها. هي أكيد بشي غرفة. شو رقم الغرفة؟ هلأ لقيتها. حتى أعرف هي وين لازم أعرف رقم غرفتها. ماشي خليني أحاول. لحظة أستاذ، بس صورة ما تجي يمكن صورة. كمان صورة واحدة تانية كمان بعد شوي لو سمحت. لا تصور أستاذ، أنا بدي أتصور كمان بس هالصورة. مع مين عم يتصور الكل هون؟ شكرا كتير. انت متأكد الموظف اذا شاف بريتا جاي راح يخبرنا بدون اي مشكلة؟ ما بعرف ليش حاسة انه بريتا صارت هون بالفندق معنا. خايفة تكون لحقتني لانه اكيد بدها تنتقم مني لو شفت وشك يفت عبا بالطين. بيتها كان قريب، يمكن راحت على البيت لتغير تيابها او يمكن تكون ما راحت. انا كتير خايفة من القصة. بريدفي قلني شو اعمل. اهدي حياتي، انت من شو خايفة كل هالقد؟ أنا جنبك وأنا ما بدي إياكي إنه تخافي من أي شيء نهائيا. هلأ دقيقتين وبصير فوق عندك وأنا بعرف كيف بدي حسسك بالأمان. تعرفي إني بحبك مو هيك؟ يا روحي أنتي لا تخافي من شيء، أنا ثواني وبكون عندك. بس لو يوصل المصعد لهون رح أحميكي من أي شيء. هذا مع مين عم يحكي؟ أكيد ما عم يحكي هذا الحكي مع أمه. كل شيء صار واضح. خليني إلحق بريدفي هلأ، هاي فرصة يمكن ما تتعوض. هيك بنقذ بريتا من هذا الخاين. من جد حلوة كتير. يسلم. شكرا 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 شكرا. انبسطت اني تصورت معك. بريتا مسكينة ومفكرة انه بريدفي شاب منيح، هو عم يضحك عليها ولازم جيب الدليل. بدي اثبت لها انه بريدفي عم يغشها ويكذب عليها. ما لازم ضيع هالفرصة لانه هيك بنقذ بريتا. قلبك صورة فكرة تحكي الماضي صح الذكرى. كان يا مكان والعمر بينضى وحده الحب بيرسم بكرة بيرسم طريق حلو ومر فيه الشوك والورد وعطرة طريق مخبى فيه أسرار دليلك فيه حلم وأمل ويمكن تشقى حتى توصل لازم تسعى. قلبك صورة تحمل فكرة تحكي الماضي صح الذكرى.